السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في كلمات الدرس الثالث والرابع. شكل ما قلنا إن الحلقة دي إن شاء الله هتكون خاصة بكلمات والديفينيشنز بتاعة الدرس الثالث والرابع. ركز كويس واسمع نطق الكلمات كويس عشان تساعدك إن شاء الله في فهم الدرس وفهم الجرامر وكمان حل التمرينات. يلا بينا. طبعا اول كلمة معانا هي كلمة fabric fabric fabric، ودي معناها قماش. ink 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 طبعا بمعنى حبر. weaving 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 weaver 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 loom 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 thread 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 tradition 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 cartridge 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 water pollution water pollution water pollution social media social media social media recycling project recycling project recycling project recycling boxes recycling boxes recycling boxes blog 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 printer 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 broken 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 head teacher head teacher head teacher kill 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 latest 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 materials 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 brakes brakes carpet 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 field 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 instead 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 jewelry 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 lovely 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 reform 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 way 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 solution 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 top 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 traditional art traditional art traditional art wool wool the world cup the world cup the world cup factory 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 russia 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 fishing nets fishing nets fishing nets. تعال نشوف كده الconjugation of verbs، طبعا تصريفات الافعال اللي موجوده عندي بالنسبه للافعال الريجولر الافعال الغير منتظمه. عندنا lit 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 say sit sit، طبعا الماضي بتاع say هو said مش said said say sit sit sell sold sold sell sold sold begin began begun begin began begun begin began begun fall fell fallen fall fell fallen fall fell fallen. تعال نشوف الديفينيشنز الموجودة معنا في الدرس. اول كلمة طبعا اللي هي كلمة fabric، ودي معناها cloth or material which can be used to make clothes bags etc. قال لي ده القماش او المواد الخام اللي انا من خلالها بقدر اصنع ملابس وكمان شنط. عندنا كلمة ink ink حبايبي اللي هو الحبر. قال لي liquid ده يعتبر سائل used in pens يعني بيستخدم في الاقلام الحبر or printers او الطبعات for writing drawing يعني للكتابة والرسم. عندنا كلمة loom loom وطبعا loom حبايبي اللي هو النول. النول ده قال لي a machine used for weaving. النول ده اللي هو الآلة اللي بينسجوا عليها بسميه loom loom. تاني a machine used for weaving thread طبعا thread حبايبي بمعنى خيط. تاني thread حبايبي بمعنى خيط. قال لي a long piece of cotton يعني قطعة طويلة من القطن silk أو الحرير which people can use to or make clothes الناس تقدر تخاطب بيها أو تصنع ملابس. كلمة اللي بعدها كلمة weaver 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 اللي هو الشخص اللي بينسج نفسه. قال لي a person who makes cloth by weaving يعني الشخص اللي بيعمل قماش عن طريق النسيج. طبعا بعد كده weaving عملية النسيج نفسها. قال لي the art of making cloth هي فن صناعة القماش by crossing threads using a special machine ان انا بقى بعمل تقاطعات كده للخيوط باستخدام آلة معينة. اخر كلمة هي كلمة printer cartridge
printer cartridge. قال لي دي اللي هي الحبارة، الإزازة اللي بيبقى فيها الحبر. قال لي a piece of plastic which contains and supplies ink for a printer. يعني اللي هي القطعة البلاستيك لو كانت طبعا في طبعة، أو الإزازة اللي أنا بكتب بيها لو في قلم، خلاص، ودي اللي بتمد الآلة الطبعة بالحبر. طبعا تعال نشوف أهم الكولوكيشنز، المتلازمات اللي موجودة معنا. طبعا أول كلمة هي كلمة make a plan. make a plan يعني يضع خطة. يبقى خلي بالك لما أقول يصنع خطة ما أقولش do a plan، أقول make a plan. عندنا do a research يعني يقوم بإجراء بحث، وعندنا كلمة start a project يعني يبدأ مشروع. تعال نشوف حبايبي أهم الإكسبريشنز اللي موجودة معنا النهاردة. عندنا كلمة agree with يعني يتفق مع، agree with. عندنا كلمة wrong with يعني خطأ أو عيب فيه، wrong with. عندنا know how to يعني يتعلم أو يعرف كيف يفعل شيء، know how to، know how to. عندنا plastic football fields، plastic football fields اللي هي ملاعب النجيل الصناعي. bat for يعني دار بي، bat for يعني دار بي. connected to، connected to يعني متصل بي. ask for help، ask for help يعني يطلب المساعدة. find a way of، find a way of يعني يجد الطريق لي. عندنا get into بتساوي كلمة enter بمعنى يدخل. better for يعني أفضل لي. sold in shops، sold in shops يعني تباع في المحلات. think of، think of يعني يفكر فيه. reform studio، reform studio، reform studio، reform studio يعني مشغل إصلاحات. عندنا at the moment يعني في هذه اللحظة، at the moment. work on، work on يعني عمل بشأن. في الجامعة يعني at university، at university في الجامعة. يقوم بفعل شيء يعني do something about، do something about، do something about. يلا اسمع الكلمات مرة واثنين وثلاثة وتابعنا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية واللي هتكون خاصة بجرامر الدرس الثالث والرابع. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.